مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي المباشر اطباق رمضانيه. من خلال برنامجكم اطباق رمضانيه نقدم لكم اشهر اطباق السعوديه والخليجيه وايضا الشرق اوسطيه. طبعا اول شيء نقول تقبل الله منا ومنكم، ولا تنسوا الاكثار من الصلاه على النبي في اول جمعه من شهر رمضان المبارك. طبعا احنا اليوم خصصنا الحلقه هذه بحكم انها يعني جاي في الويكند، اننا نتكلم عن مناطق العالم الاسلامي بالإضافة إلى استمرارنا أيضا في المطبخ الخليجي. فاليوم حنروح رحلة جدا جميلة وحلوة وممتعة. حنروح فين بس؟ الشرق ولا الغرب؟ حنروح للمغرب العربي ونتعرف على الأطباق المغربية التي تقدم في شهر رمضان المبارك، وحنستمتع. وخليكم جاهزين معي دائما، واربطوا حزمتكم وجهزوا أوراقكم وأقلامكم وجوالاتكم عشان تصوروا المقادير وتفتحوا بالكم كيف حنسوي طبقنا اليوم. وإن شاء الله حيكون إن شاء الله على المغرب اليوم كلنا حنستمتع بأشهر الأطباق المغاربية، وحنعرف المطبخ المغربي كثير ونتعرف على كثير من العادات والتقاليد، اكيد حتستمتعوا. بس قبل لا نبدا باطباقنا ونبدا رحلتنا حنطلع فاصل صغير اعلاني ونرجع نواصل ونشوف كيف حنشتغل في اطباقنا حقت اليوم. وعودنا لكم بعد الفاصل، طبعا نقول لكم أجمل وأحلى ورق تهنئة من المغرب العربي. إحنا الآن في رحلة جدا جميلة حتكلم فيها عن المطبخ العربي، حتكلم عن مطبخ المملكة المغربية وأيضا جمهورية تونسية وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى موريتانيا، خمسة دول عربية إسلامية تقع في أقصى الغرب من العالم الإسلامي والعربي. طبعا المطبخ متشابه، المطبخ جدا غني في المغرب العربي. لما أتكلم عن المغرب العربي أتكلم عن خمسة دول، إن شاء الله حتكلم عن جزء من الدول اليوم، وإن شاء الله إذا ربنا أحيانا في الأسبوع القادم حتكلم عن باقي الدول في المغرب العربي. طبعا نتكلم عن مطبخ يسموه مطبخ البحر الأبيض المتوسط، أيضا مطبخ المحيطي، أيضا تأثر بالثقافة الأمازيغية وأيضا الثقافة الصحراوية، يعني مطبخ غني وفي تشكيلة جدا عالية. مطبخ المغربي يعتبر ثاني أكبر مطبخ على مستوى العالم، ولكن أنا بالنسبة لي أقول هو الأول على مستوى العالم. هنعمل طبعا نشوف أطباق، أنت شوفين المكونات جدا كبيرة وكثيرة، لكن هي طبعا كلها تراكيب مع بعضها، لأنه المطبخ في المغرب العربي يعتمد على حاجتين أساسية جدا. يعتمد أول شيء على الخضروات، ثاني شيء يعتمد على الأوراق العطرية، بالإضافة طبعا للعجائن أو البهارات بالنسبة للكركم. هذه تقريبا مكون اساس في المطبخ المغربي. طبعا اول شيء حنعمل احنا الكسكسي، طبعا من الطبق هذا في المغرب العربي كله طبعا تختلف طريقه الاعداد بمجرد اختلاف المكونات، اما يكون بالحوت اللي هو بالسمك او الدجاج او اللحم، بالاضافه الى البرقوق او الخضروات او حتى كثير من الاضافات فتتغير مسمياته. طبعا كله دولة في المغرب العربي لها طريقة إعداد خاصة فيها، هذا واحد. ثاني شيء داخل الدولة كل منطقة لها طريقة إعداد خاصة. وبالمناسبة الطبق هذا يعتبر من الأطباق العالمية. طبعا الطبق طبق الكسكس طبعا يعتبر أو يتميز في المغرب العربي أنه هذا الطبق أساس على مائدة غداء يوم الجمعة، ولكن اليوم حنفطره إن شاء الله. أتمنى كلكم جاهزين، أوراقكم معكم، وحنقول المقادير ونبدأ نشتغل على طول. أنا بس أسخن النار، شغل البوتاجاز. طيب بالشكل هذا، طبعا هذه كهرباء ما هي غاز، ما هي يعني انبوبه، فنحتاج انها تاثير حراري، نوصل لدرجه حراره معينه بالشكل هذا. الظاهر الصيام ما اثر، قاعد اولع اللي ما حاشتغل عليها. طيب وانا بشغل حاقول المقادير. طبعا نحتاج الى خضروات جزريه، وهذا شيء اساس في مكون الطبق هذا، اللي هي القرع، ايضا الجزر، الكوسه، البذنجان الاسود، ممكن نضيف لها بطاطس لو حبينا، او بعض الخضروات الورقيه، وهذا وارد ايضا في بعض اطباق بعض اطباق الكسكس في المغرب العربي. احتاج الى لحمه
ضحمة ضان، يمكن استخدم دجاجة او استخدم السمك ايضا، تكون مقطعة قطع متوسطة او قطع الى مايلة الى صغيرة، ايضا بليلة اللي هو الحمص كما يقولوا عنه في بلاد الشام، ايضا تقريبا نحتاج بصلة متوسطة مفرومة ناعمة بالاضافة الى الاوراق اللذيذة اللي هي الكزبرة، وايضا بهاراتنا الجميلة، وايضا الكركم ومعجون الطماطم، وايضا طماطم مفرومة ناعمة. هنروح مباشرة طبعا نبدأ نحضر طبقنا. هنضيف تقريبا ملعقة أو ثلاثة ملاعق من السمنة، طبعا لاستعمال سخن الزيت بالشكل هذا. نستنى ننتظر بما يسخن، نبدأ نجهز كمان طبقنا الثاني اللي هنعمله اللي هو شوربة الحريرة عشان نكسب وقتنا. شوربة الحريرة من الشرب اللذيذة جدا، وهي أيضا الشوربة من الشوربة المنتشرة في المغرب العربي أو في كل دول المغرب العربي، وكل منطقة لها طريقة إعداد خاصة فيها. طبعا كان لي الشرف إني أعمل مع شيفية داخل المملكة العربية السعودية من المملكة المغربية أو من الجمهورية التونسية وأيضا من جمهورية موريتانيا العربية. داخل المملكة عملت وخارج المملكة عملت معاهم، فكانت جدا أيام جميلة وذكرت جدا جميلة، وأوجه لهم أجمل تحية لأهلنا وإخواننا وحبايبنا كلهم في الوطن العربي بصفة عامة والمغرب العربي على وجه التحديد. الآن سخن معايا السمن، على طول مباشرة حضيف البصل، البصل اللي قلنا عليها تقريبا مفرومة، ونكون معنا الثوم أيضا جاهز. طيب حيسخن برضو كمان الحريره، حنضيف طبعا مباشره حنضيف اغراض الحريره، ما احتاج ان نسلقها، حنضيف تقريبا او نتكلم عن مكوناتها اللي هي عدس الاسود او عدس ابو جبه، هذا شكله طبعا منقوع في المويه تقريبا حسب احتياجنا او حسب عدد افراد الاسره وكميه اللي احتاج اني احضرها، لكن في الغالب دائما تكون ربع الكاس تقريبا نص الكاس من الحمص او البليله بالشكل هذا. ايضا كمان حنضيف طماطم تقريبا مفرومه مقطعه ومفرومه بالشكل هذا تقريبا كمان ربع الكاس، لاني حضيف معاها معجون الطماطم، حجيب معجون الطماطم واروح ضايف معجون الطماطم تقريبا ملعقه بالشكل هذا، وحنضيف كمان شويه كركم، هذا شيء اساس طبعا في كل الشرب، وحنضيف الموية بالشكل هذا، موية كافية أن تستوي مع الحبوب أو زي ما يسموها البقوليات. حنروح طبعا نشوف البصل السار فيه بالشكل هذا بدأ يحمر، حنضيف الثوم تقريبا 3 فصوص ثوم مفرومة، هنكمل تجميع اغراضنا بس نستنى انها تغلي معنا المويه. هنضيف طبعا البهارات اللي نحتاجها تقريبا ملعقه صغيره بالشكل هذا، طبعا اكثر الاشياء تكون مسلوقه او اني محضرها مسبقا زي الحمص زي عدس ابو جبه العدس الاسود على اساس انه اقدر يعني اعطيني وقت اقدر اشتغل فيه. خليها تغلي شويه بس نروح للكسكس، طبعا بدأ يتحمر البصل مع الثوم، حنروح مباشرة نضيف ملعقة المعجون الطماطم بالشكل هذا، يا سلام، وحنضيف أضفنا الزنجبيل كمان مع الثوم والبصل، ونقول اسمعوا الريحة يا شباب بالشكل هذا، نقلب ونروح نكون خضارنا جاهزة معانا، نضيف الخضار اللي حنستخدمها طبعا في طبختنا للكسكس اليوم ان شاء الله. هنروح نجيب الطماطم المرحيه باللهجه المغاربيه اللي هي المطحونه او المفرومه ناعم، طبعا زي ما قلت لكم هذه طماطم مرحيه نضيفها كمان بالشكل هذا. وسر النكهه، سر الطبخه المغاربي بصفه عامه هي النعناع وايضا البقدونس بالإضافة إلى الكرفس والخضروات الورقية، هذه اللي تعطي نكهة جدا جميلة ولذيذة. يعني اليوم نحن يعني في تحدي على الصراع للمغرب بالشكل هذا،
انا عشان عامل الوقت طبعا سلقت اللحمه، حاضيف اللحمه اللي حستخدمها تقريبا او كميه اللحمه اللي هحتاجها في الطبق بالشكل هذا، واقلب مع بعض. الخضروات هذه ما تاخذ وقت طويل، واصلا المطلوب في الخضروات انها ما تاخذ وقت طويل، لانه بعض الناس الله يهدينا ويهديهم الله يسامحهم اذا بدا يطبخوا ما ادري كيف. يعني طبعا حنضيف مويه كافيه، يعني تقريبا لتسويه الخضار ما حتكون كميه جدا كبيره، هذه الكميه كافيه. طيب جميل جدا، احنا ما اضفنا البهارات، نضيف تقريبا ملعقه من البهارات المغاربيه. طبعا تعتمد البهارات المغاربيه على البهارات البسيطه جدا، الفلفل الاسود، ايضا الكمون، الفلفل الكحل زي ما يقولوا يعني اخواننا المغاربه، ايضا الكمون بالاضافه الى الكزبره اليابسه. حنضيف الملح طبعا بالشكل هذا، ان شاء الله يزبط، بس ان شاء الله يعني انا بحطيته بالخبره، يعني بالخبره معناته ان شاء الله ظابط. طبعا حنروح كمان برضه كمان نحط الكركم، تقريبا ملعقه كبيره من الكركم، لان الكركم اساس قلت لكم في المطبخ المغاربي بصفه عامه. طبعا هذه ونقلب، نحاول نمزج الخضروات. يا سلام يا سلام، شكلها جميل جدا ومشهي بالشكل هذا. طبعا انا حضيف حمص البليله كمان هنا مسلوق وخالص وجاهز، حينتج اصلا في الطبق بالشكل هذا. طيب جميل جدا، استخدمت كاستين من ال من ال اخذت كاستين من الكسكسي طبعا الحب، موجود في الاسواق متوفر بثلاثه مستويات، اقول لك حبه صغيره حبه وسط حبه كبيره. طبعا هو عباره عن عجين، طبعا عجين كان يعد من دقيق القمح في الماضي او من دقيق الذره، فيعملوا به الحبات الصغيره. طبعا طريقته جدا صعبه ما هي سهله، تتعامل بالمنشفه. أي مره شفت تقرير عنه لكن ما قد عملته انا شخصيا، لكن هو موجود في السوق ومحتاج ان نعمله اصلا، موجود في السوق واسعاره جدا بسيطه. يعني يستبدل بالباستا احيانا اذا ما لقينا رز او حبينا ننوع، زي اليوم جمعه يكون يوم فريد ومتميز، واليوم اصلا حنكون عندنا لقاءات كثيره، حنلتقي مع بالاسره، فليت كل واحد يعني رايح بيت الوالد او بيت الوالده او بيت اصدقائه انه ياخذ الطبق هذا او اي طبق من حنعده اليوم طبعا كشيء تنويع وشيء تغيير، نبتعد عن الاشياء التقليديه. طبعا اخذت الكسكس، طبعا بعد كده انا فضيته في قدر، حطيت له شويه زبده وشويه ملح، وايضا حطيت له شويه ايضا كمان رشه ملح زي ما قلت لكم. بعد كده حطيت لهم شويه مويه حاره عشان ابوشه، يسموه تبويش. وصلت الفكره، التبويش يعني حط له مويه حاره عشان يفكفك شويه كده، يعني يصحى معايا هذا، فطلع بالشكل هذا. لو جت الكاميرا، كاميرا زوم تيجي عليه، يطلع بالشكل هذا. طبعا الكسكس الان بعد التبويشه هذه حطيت له شويه ايضا كمان زعفران بالشكل هذا، هذا شكله، شوف كيف صار شكله. طبعا هو تقريبا استوى الا ربع، حيكمل تسويته الان على ايش؟ على بخار الخضروات واللحمه. ويا سلام، يعني اليوم انا ما بتكلم عشان ما تقول تضربوني او تدعوا علي. طيب حنرجع لشربتنا طبعا بلد تغلي معانا، حنضيف نحن تقريبا ملعقه من النعناع، وهو هذا الشيء مكون اساس النعناع المغربي ومن اشهر الاوراق العطريه الموجوده في المغرب العربي. ونضيف كمان، اضفت انا كزبره خضراء. بالمناسبه في عندنا كزبره وبقدونس، في المغرب يقولوا له معدنوس. ايش الفرق بين الكزبره والبقدونس؟ السؤال مو للبنات، السؤال للشباب. اي شاب يتابعني الان يعني تعرف الفرق بين الكزبره والبقدونس، لان عندكم دائما بتجيبوا العيد، يقول لكم روح جيبوا البقدونس، تجيبوا الكزبره، جيبوا الكزبره تجيبوا النعناع، تجيبوا البقدونس. حنضيف كمان كرفس، وهو من الاشياء الجميله جدا في المطبخ ايضا كمان المغربي. حنضيف اللي هو المعدنوس، ايضا كمان تقريبا ملعقه ونص مفروم، كلها مفرومه معدنوس. وايضا نقلب مع بعض. طبعا انا اضفنا الخضروات، واضفنا ايضا كمان احنا الحبوب او البقوليات، واضفنا الان الاوراق العطريه بالشكل هذا، شكله جميل. الله الصيام اثر، يا الصيام يم الريحه. طبعا نحن كمان عندنا طبق ثالث جدا لذيذ، اللي هو سلطه الزعلوك زي ما يقال عليها. سلطه الزعلوك هذه من اشهر السلطات المشهوره في المملكه المغربيه. سلطه الزعلوك اعتقد ان فيها هي سلطه صحيه، لانها تعتمد على باذنجان الاسود بالاضافه للطماطم المهروسه، وايضا زيت الزيتون بالاضافه للثوم، والنكهات اللي قلنا لكم هي العطريه او الاوراق العطريه. طبعا في المغرب تسمى بالحشائش، بالحشائش بالنسبه للاوراق البقدونس والنعناع والكزبره والشبت، هذه كلها تسمى بالحشائش العطريه. طيب
هنشتغل عليها كمان، هنشغل على النار ونقول بسم الله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، واللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. المطبخ المغربي أيضا من الأشياء اللي تميز فيها بصفة عامة كل الدول اللي مطلة على البحر الأبيض المتوسط تعتمد في طبخها على الزيوت وأيضا على الزيتون. طبعا نحن هنبدأ مكوناتنا على طول، نعرف إنه نحن نستخدم زيت الزيتون سلطة على طول زيت الزيتون، حطينا قدر على النار، هنضيف تقريبا ملعقة صغيرة من زيت الزيتون نحطها هنا هذه قريب منها. طبعا الباذنجان، طبعا أنا سلقته الباذنجان سلقناه، بعد كده صار طالي طبعا بعد ما قشرنا قشر. طبعا هنبدا يمكن نحاول قدر المستطاع ان نهرسه، لو قدرنا نهرسه كويس شويه قبل ما يسخن الزيت. هنجيب في البيت عندكم مو شرط الادوات اللي هنا موجوده، احيانا ما يكون عندي اشياء او احيانا يكون ناس اشياء، لكن في البيت اعتقد في مهراس حقت البطاطس، عارفينها اللي تسوي فيها البطاطس هذا يمكن تستخدمونها. طبعا سلقت زي ما قلت لكم سلقت انا الباذنجان بعد ما قشرناه بالشكل هذا. طبعا اشياء كثيره الحين نبدا نخفف منها، الحين نبدا خلاص احنا الشيف بيسخن بس مرحله الاقلاع ان شاء الله كل الاطباق دي حنشيلها، حنوسع الطاوله على الاخير يعني بالشكل هذا. نحاول نكسرها قدر المستطاع بس ما يحتاج اننا نفقدها مره نهائيه. الطبق هذا يشبهني في المشرق العربي عندنا مثلا البابا غنوج، تقريبا قريب منه، وايضا بابا غنوج من الاطباق الجميله واللذيذه. طبعا كثير من الناس يمكن ما تحب الباذنجان بسبب التحسس او عندهم حساسيه من الباذنجان، لكن للامانه هو الباذنجان من اجمل واحلى الخضروات اللي يمكن الواحد يعمل فيها، خاصه شغلات المخللات الطراشي يعني مع العيش شيء جميل جدا. طبعا بدي يسخن الزيت معايا، انا مش عارف يمكن النار هذه ما هي شغاله. ما ادري من هنا تبان لما تبان من هنا. طيب نحاول نجيبها هنا برضو ان شاء الله تشتغل معنا الان. حنضيف شويه بصل، هذا البصل نحمر البصل على النار. حسب ما شغاله ليش شوي بالشكل هذا. زعلان علي البوتاجاز، زعلان اليوم علي مش عارف ليش. بكره حجيب معايا منقل واجيب معايا حطب واشتغل على الحطب يعني لا غاز ولا كهرب، خلينا نشتغل على الحطب نرجع لاول ونشوف الاشياء الجميله الاشياء الجميله. طيب قبل ما يسخن معانا حنروح نشيك على الشوربه، حنضيف كمان قطع اللحم لانها برضه كان مطبوخه ومسلوقه معانا تكون جاهزه بالشكل هذا لو طلعت على الكاميرا. يا سلام الشوربه قامت تشتغل مع بعض، قامت تشتغل مع بعض مباشره. راح اضيف الشعيريه بالشكل هذا او الفصلي بالشكل هذا. يا سلام يعني والله العظيم يعني نفسي ادوقها. انت عارفين انا من المدينه، النعناع يعمل فينا عمايل يعني النعناع يعمل فينا عمايل. بدأت اشم ريحه النعناع صراحه مع الطبخه، والله تحمست بدي ادوقها. طيب اضفنا البصل، حنضيف شويه ثوم ايضا بالشكل هذا، وحنضيف الحين بس نبغاها شويه بس تكرمل او ابدا يعني يحمر تحميره خفيفه بس، ما نحتاج انه يعني يستوي تسويه كامله. طيب حنكون معانا كمان برضه نحضر نحن تقريبا ملعقه دقيق نحتاجها وشويه مويه، حنحلها مع بعض بالشكل هذا. هذه الشوربه وحتعمل دور او انها تكون هي عباره عن رابط لشوربه، لانه الشوربه هذه هي. طبعا حنضيف شويه مويه بس معليش، هذه هي الدقيق، والدقيق الفكره منه انه يربط الشوربه. طبعا ممكن احنا نضيف بيضه، طبعا كما هي الحريره التونسيه في تونس يضيفوا لها حبه بيضه يسموه العظم، يضيفوا لها العظم. اذا رحتوا المغرب العربي او سمعتوا كلمه العظم في بعض البرامج تقدم الطهي المغاربي سمعتوا كلمه العظم هي تعني البيض بالشكل هذا. طبعا نروح احنا اللحم بدات تشتغل مع بعض وايضا الفاصوليا، حنضيف مباشره تقريبا الزعفران، هذه من الاشياء الجميله ايضا في الشوربه
الحريرة المغربية بالشكل هذا، ونضيف له كمان شوية كركم، لأنه الكركم هذا لازم نضيفه كل الأطباق المغاربية بالشكل هذا. نخليها تغلي مع بعض شوي، وبعدين نربطها في مرحلة نهائية عند التقليب. البصل بدأ يحمر، نروح نضيف على طول معجون أو الطماطم المقطعة المرحية زي ما قلنا بالشكل هذا، ونقلب مع بعض. حنضيف الكزبرة طبعا، وهذا شيء أساس، والحشائش العطرية كلها حنضيفها. نخلي السلطة يعني من الآخر زي ما نقول. فلفل حار، وهذا كمان من أسرار والشيء اللي يعني يخليني أنا أحب المطبخ المغربي بصفة عامة، يعني هو استخدامه للفلفل الحار بحيث أنه يعطي نكهة، وأيضاً فاتح للشهية طبعاً، وغير أنه فوائد الصحية يمكن تبحثوا عنها في النت فتجدوها. هذا فلفل حار، تقريباً استخدمنا قرنين من الفلفل الحار مفرومة ناعم طبعاً. ممكن نحن نشويها تراني ونهرسها مع الباذنجان، ممكن نشويها أو نسلقها نفرمها مع الباذنجان، الناس اللي حابين الطريقة. طبعاً سلطة الزعلوك، والمقصود بالزعلوك هو أيضاً باذنجان الأسود بالشكل هذا. حنقلبها مع بعض، حنروح مباشرة نجهز معانا الملح، ونحط كمية تقريبا ملعقة، هذه زيادة هذه زيادة حضربونا على المغرب بعدين، ونحط كمان ملعقة بهار بالشكل هذا. وبدأت تسخن معانا، على طول نروح نضيفين الباذنجان اللي هرسناه قبل شوية، قلنا لكم سلقناه باذنجالة ثمرة، باذنجان ثمرة يعني حبة واحدة أو حبتين. أنا ما أقول حبة واحدة بتكلم أنا عن برنامج، لكن في البيت ممكن نحن نعمل 10 حبات، ممكن البيت فيه 7 10 رايحين عليهم معزومين برا، ممكن نعمل كمية كبيرة، ممكن نعمل كمية كبيرة، فبالتالي ممكن نستخدم كيلو 2 كيلو حسب. أنا عملت حبة واحدة ثمرة، قشرتها بعد كده قطعتها، وأيضا على طول مباشرة إيش سويت؟ رحت سلقتها، أنسلقها لمدة ربع ساعة 10 دقائق في موية، صفيتها بعد كده هرستها. بس في نقطة جدا مهمة، احنا ممكن ترى نستخدم القشر، انا عملتها بدون قشر اساس سريع سريع اساس ان ايش ابغى اهرسها اكثر، لكن على مهلنا في البيت يمكن نسلقها بالقشر. ودائما خذوها قاعده انه 50% من القيمه الغذائيه والعناصر الغذائيه والفوائد الموجوده في الخضروات موجوده في القشره الخارجيه، كوسه، جزر، بطاطس، اي شيء لا تغسل، عفوا لا تقشر لا تقشر، غسل بس لا تقشر، غسل مظبوط مظبوط مظبوط، يعني غسل ادعك وانقع في المويه وغسل بملح وخل، غسل مظبوط بس لا تقشر، فبالتالي انت تحصل على قيمه غذائيه مطلوبه بالشكل هذا. طبعا شكل السلطه صارت حقتنا سلطه الزعلوك جاهزه للغرف، ونبدا زي ما نقول نبرح، نبدا نسوي برحه اليوم. نحن طبعا نحن مستمتعين بمطبخنا المغرب العربي، اشياء جميله جدا في المغرب العربي. حنجيب طبق نبدا نقدم، حنجيب هذا الطبق ونغرف فيه له سلطه الزعلوك، هذه سلطه الزعلوك. خلصنا كده يشيف تمام؟ لا، باقي عصره ليمون. بعض الناس يتحسسوا من القشير ومن من البزر حق الليمون، ما هي مشكله نشيل البزر. انا بالنسبه لي كنت مستعجل ترى اني بعصر بقشره، يعني اعصر الليمون بقشره بالشكل هذا. حنروح نرش عصرة ليمونة كده ونص ليمونة كده حلوة، يا سلام يا سلام، متى يدنا المغرب بالشكل هذا. نروح نسوي كمان برضه شكل جدا يعني نحاول نقدمه بشكل جميل، سلطة الزعلوك بالشكل هذا. حنجيب شريحة ليمونة نحطها كده طرف الطبق، وكمان عليها شوية زيت زيتون، يا سلام. هذه السلطة يبغى لها بريال عيش، ريال كده عيش، وادعوا لي صدقوني جربوها، حتقولوا الشيف قدم لنا اجمل طبق واجمل طبخه بالشكل هذا، شكلها جدا جميل. طبعا في طبق اخير حنعمله نحن مع بعض، اللي هو طبق طاجين الحوت. طبعا الحوت تطلق على اسماك في منطقه المغرب العربي. طبعا نحتاج تقريبا كميه اللي نحتاجها من السمك، نقطع مكعبات طبعا مخلي من العظم والجلد. حنضيف على طول مباشره ملعقه طعام من الكركم، هذا شيء اساس، وايضا زيتون اسود، زيتون اسود واخضر، انا اضفت زيتون اسود واخضر. حنضيف شويه كزبره ايضا، وايضا شويه ثوم وشويه بصل، وكذا نحن في السمبتيك. حنضيف شويه زيت زيتون
هذا زيت الزيتون، يا سلام بالشكل هذا. طبعا ما ضفنا نسينا ملح، نضيف شويه ملح، وايضا نضيف شويه بهار بالشكل هذا. طبعا هذه هي خلطه الحوت او طاجين الحوت. حنجيب الطاجين، طبعا حنحضر الطاجين. الطاجين هي هو طبق الطبخ زي ما نقول المغش، فهو المغش هي ما هي نفس الاكله، هو بقدر ما هو اسم للطبخه اللي بنقدمها. بس نغير الجلفز عشان نقدر نشتغل عليه. وبالما ممكن قبل ما نحضر كمان الطاجين حقنا وندخله الفرن، ممكن نطلع فاصل صغير نشوف فاصل اعلاني صغير ونرجع نواصل ونشوف كيف حيصير شكل الطبق اللي حنقدمه. طبعا حنغرف بعد كده شوربه، حنغرف ايضا كمان الكسكس بالاضافه الى الطاجين اللي حندخله الفرن. الطاجين هذا حنقفل عليه وندخله الفرن تقريبا ياخذ له بما سمك ياخذ الى 45 دقيقه الى ساعه فقط ويكون مستوي. فاصل صغير اعلاني ونرجع نواصل. لا تروح بعيد، المغرب. ورجعنا لكم بعد الفاصل في أطباق رمضانية. اليوم نحن عايشين أجواء المغرب العربي، طبعا أطباقنا اللذيذة الشهية. طبعا أول طبق جاهز معانا وحضرناه اللي هو طبق نسيته توهم، قلنا طبق الزعلوك، سلطة الزعلوك. سلطة الزعلوك يبغى لها شوية خبز، وحتدعوا لي إن شاء الله على المغرب كده إن شاء الله بكل خير، ولكم إن شاء الله بمثل ما دعوتوا لي إن شاء الله يا رب. ندعي لبعض، رمضان يعني عارفين، واليوم جمعة، يعني إن شاء الله الله يجعلها يعني خير وبركة علينا وعليكم إن شاء الله رب العالمين. طبعا قلت أنا شربة الحريرة المغربية هذا الشكل، طبعا دخلت مع بعض الشعيرية على البقوليات، طبعا البقوليات اللي هي البليلة وأيضا العدس الأسود بالإضافة الشعيرية واللحمة صراحة والبهارات. يعني الكاميرا ما أدري تقدر يعني أسمع الريحة، بس يعني أسمع الريحة وإن شاء الله المغرب يعني والله طرب. يعني عارفين النعناع والحبوب والشغلات دي واللحمه والله عامل عمايل. حنضيف طبعا الان نكثفها، ترجع تكثيفها دي الرغبات. في ناس يمكن تشربها كده ترى بدون تكثيف، بس في بعض الناس تضيف لها شويه زي انا كده كثفها شويه كده، يعني ايش تدقى تكثيف يعني معناته ايش اتقلها عشان تبان الحبوب فيها. يا سلام، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. طيب حنطفي عليها النار لانه خلاص هي جاهزه للغرف، وكمان اعتقد الكسكس كده الشرب ناخذ كده اكشن كده عليها دي. شوف كيف البخار، شايف كيف البخار، شايف كيف والله يا مخرجتنا قسم بيت الله انه يعني اللهم اني صايم. بكره حنطبخ نواشف كده ما ينفع. طيب حنطفي النار على الشوربه ونغرفها، صارت جاهزه معانا. بكره ايش قلنا حنطبخ نواشف؟ نواشف يعني نواشف جبن وزيتون وحلاوه. يعني النعناع والخضروات هذا عامل عمايل مع اللحمه طيب حنطفي النار، وحتى كمان الكسكس صار معنا جاهز، ما احتاج نكشف هذا. طبعا هي تنكتم الخضروات مع الكسكس طبعا مع اللحمه. انا بطفي النار لكن مش عارف اليوم ايش المشكله، يعني هي زعلانه الغاز منه اليوم ولا ايش الموضوع. زي ما قلت لك يا غاز، اذا ما اشتغلت مظبوط ما زبط معايا لاخر البرنامج، ومن بكره حجيب لي حطب واشتغل عليه. طيب حنجيب طبق التقديم، حنجيب طبق نقدم فيه الشوربه، نحاول نقدمها بشكل جدا جميل وحلو وستايل تقليدي او شعبي نقدر نقول عنه بالشكل هذا. حنروح مباشره نجيب احنا علبه طاجين برضه كمان، او زبديه طاجين او بولة طاجين تقريبا، هذه كمان تستخدم في الطاجين تعتبر بالشكل هذا. طبعا شكلها جدا جميل، مصنوع من الفخار الطاجين، وفي المغرب العربي يسموها الكوشه، الفرن كوشه، تنحط في الكوشه وتقعد على نار هادية جدا، على نار الرماد تقعد 10 ساعات 7 ساعات، تطلع اقسم بايات الله تاكل اكل تقول بحياتي ما عمرك تاكل اصلا، ما عاد تاكل اكل يعني غيره. طيب بالشكل هذا، هذه شكل الحريره المغربيه، جاء واضحه معانا ان شاء الله في الكاميرا، حنخليها
هخليها مكشوفة عشان لو جت الكاميرا وجت زوم عليها بتكون واضحة لكم أكثر إن شاء الله. طيب هنشيل طبعا كمان أيضا طبق الشوربة. طبعا أنا حضرت، أنا طبعا بالنسبة لطبق اللي عملته طبعا الطاجين حق السمك، طبعا أنا حضرت طبق قبل البرنامج لأن السمك كان خفيف بحكم أنه صوت الجمعة تنتهي في الرياض قبل المنطقة الغربية أو قبل البرنامج تقريبا ساعة إلى ربع. بالشكل هذا، هذا طبعا طاجين السمك طلع معانا، وأيضا الكسكس هو نحاول الآن نقدمه. بس بعرف أنا قديش باقي معانا من البرنامج عشان عندنا بس حلة صغير، حلة المصمصمة المغربية، أتمنى أننا نقدر نحضره أيضا. اسمع الريح، إن شاء الله مدينة لو ما فدوه دقيقتين من عندكم يا أخي نتبخر. طيب حنجيب طبق التقديم، نحاول نفرف الطبق اللذيذ والشهي والطبق اللي قد شوف كيف شوف حبات ما أدري باينة، شوف كيف حباته نثرية زي ما قلنا نثرية. كان في ناس بتسير تعجن، ما يتعجن معاكم ابدا، شوف كيف حباته جايه حبه حبه، تاكل بملعقه تاكل بيدك يعني شوف كيف، وشوف ريحته كيف، ريحه الخضروات ضاربه فيه من تحت، بخار الخضروات واللحمه حيضربوني الكنترول شكلهم في الاخير حيقولوا عاد تجي بكره انت. بسم الله الرحمن الرحيم نبدا نغرفه والطبق. شوف كيف حباته نثريه وحباته واضحه وكل حبه مع حبه ومستوي معايا بالشكل هذا. نحن حنغرف كمية بسيطة منه بالشكل هذا بالشكل هذا. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب حنحاول برضه كمان نزين الطبق عشان نقدمه بصورة جميلة جدا. والله اليوم إن شاء الله يعني حتستمتعوا بأكلات جدا جدا رائعة وجميلة من المطبخ العربي. أنا حكشف أنا طبقة الخضروات إن شاء الله تكون واضحة معنا جاية على الكاميرا. شايفين الخضروات بلت شوية تنهرس لكن هي ما هي مشكلة، هذه مطلوبة. حشيل حبة كوسة بالشكل هذا وأيضا قرع طبعا حار جميل جدا. هنوسع طبعا احنا على نفسنا عشان نقدر نشتغل، وهذه الشوربة وهذا طاجين الحوت وهذا طبق. هلا هنحاول نغرف بشكل جمالي طبعا بالشكل هذا، وحناخذ كمية من الخضروات هذه ونحطها في طبق تقديم. حندور على جزر، فين الجزر؟ الجزر مختفي، هذا الجزر، هذه حبة جزر، يا سلام نحطها هنا، طلعت مختفية مستانسة بالوضع. هنحط كمية في على الطبق بالشكل هذا، وطاحة اللحمة طيب جميل جدا. نجيب منديل مسح الطاولة ومسح الطبق، هو طبقنا صار جاهز للتقديم. بس حنروح على السريع ان شاء الله الحلا تسمى حلا مصمصمه، وهي من طيب واجمل من اجمل انواع الحلويات. وقبل ونحن بنروح على الحلا اللي بنساويه حتطلع وظهرت معانا الان مقادير الحريره. مقادير الحريره قلت لكم عليها من اجمل الشرب اللي يمكن تشربها في حياتك في الشرب المغاربيه. طبعا هي مكونه من البقوليات وايضا اضافه اللحمه والبهارات والحشائش العطريه، والحشائش العطريه لا تنسوها الحشائش لانها تعطي جدا نكهه جميله طبعا للطبخه. وبالتالي حتستمتعوا ان شاء الله اليوم بمطبخ مغربي جدا جميل. حنروح نحن لطبقنا الاخير الحلا، طبعا المفروض احنا وايضا كمان انتم سجلوا المقادير يمكن تاخذوها لقطه بالشاشه. يعني الحريرة طبعا مقاديرها كثير لكن هي طبعا ان شاء الله ما تاخذ وقت طويل، يعني متى ما حضرنا احنا تحضير، يعني شفت انتم في ساعه نص ساعه نحن نحضر اطباقنا خلال البرنامج. لكن بعض الناس بده يطبخوا من انا استغرب بعض الناس بده يطبخوا من الظهر يعني ويقعدوا الحلم تقعد طوال النهار ما ادري ايش بيسوي طبخ هي، ولا في الاخير تطلع الامور ما هي يعني يحتاج لها وقفه. فالمهم انه ما تاخذ وقت طويل جدا. طبعا احنا حنجيب رقاق، انا حقول المقادير وحاشتغل على طول عشان وقتي
والمخرجه ما تقول له طبعا الاستاذ براء، الاستاذ براء ما تقول له خلاص انت وقتك ختم ختم، هشتغل على السريع انا. طبعا هذا رقاق، رقاق عادي نستخدم معنا. واحصل ايضا كمان احنا نحتاج لوز، لوز بجري، لوز بجري، لوز بجري، لوز بجري، جت الكاميرا عليه مسلوق، حمصته انا بعد كده طحنته طحنه ناعمه تقريبا، اضفت له شويه من عين الجمل، عين الجمل اللي هي يسموها مش عارف ايش يسموها بعض الناس، يمكن راح الاسم عن بالي، لكن هذه هي بالشكل. طبعا اضفت لها شويه شيره او اضفت لها عسل، ونبدا نحشي فيها حبات مصمصمه بالشكل هذا، زي كنا نسوي سمبوسه ولكن سمبوسه تطلع حاليه طبعا. بعد كده تغطس في شيره وتتقدم، ولكن احنا حنسقيها عسل زي ما انتم عارفين انا من اول البرنامج انا معاكم، وانا ما اضيف لها غير العسل طبعا. نحن حنضيف نحطها في النار او في الزيت نقليها بالشكل هذا، وانا عشان عمل الوقت حساوي اكثر من حبه مع بعض. هذا واحد وهذه اثنين وهذه ثلاثه، مجرد ان شاء الله مدينا نسوي المصمصم ونسوي الشباكيه ونصابي كمان اشياء ثانيه. ان شاء الله يا رب ببركه الجمعه ان شاء الله، يعني اليوم ان شاء الله يعني. يعطيكم العافيه طبعا، طبعا يعطيكم الصحه، نقدر نتكلم احنا اليوم في المغرب يعني نتكلم نقول يعطيكم الصحه، لان العافيه تطلق على النار. طبعا هذه لهجاتنا، وهذا من جماليات العالم العربي، تباين اللهجات والمصطلحات، وايضا كمان كتباين اطباقه وثقافته يعني الموجوده في الوطن العربي الكبير وعالمنا الاسلامي اللي هو الاكبر كمان. حنقلب بس حبات، شوف بدات تنحرق لاني سبتها، انا ابغاها بس تاخذ اللون الذهبي فقط، ما ابغاها تاخذ لون يعني ما ابغاها تسود. طبعا هو اللوز لما تيجي كده مع بعد المغرب كده مع القهوه العربيه، وتلاقي وتحط لك كده حته كده في فمك كرانشي كده يعني كرانشي، عارف كيف مكسرات فيها يعني مزازه، فيها لزازه زي ما نقول يعني، يعني كده يعني شيء مره يعني واو. ونحن بنشتغل على هذه حتطلع معانا او طلعت معانا على الشاشه مقادير الطاجين، طاجين الحوت. طبعا قلت لكم الحوت هو السمك، لا تروح السوق تدور على الحوت، هو السمك. احنا استخدمنا سمك الهامور، طبعا اضفنا له الكركم وشويه من الاوراق العطريه او الحشائش العطريه، ودخلناها الفرن حطيناها على النار، وشويه زيتون وشويه زيت الزيتون. لا تنسوا زيت الزيتون هو شيء اساس في المطبخ المغربي بصفه عامه، سواء مطبخ تونس او الجزائر او المغرب او حتى موريتانيا وليبيا بالشكل هذا. تاخذ تحميره طبعا زي ما قلت لكم هذه من الحاجات الجميله، يمكن نتناولها مع القهوه العربيه، وهي طبعا من اسرار الضيافه في المغرب العربي. طبعا على فكرة ثانية، حتى المغرب العربي في عندهم أطباق كثير جدا من تعد من التمور. طبعا طبعا تكلمنا على الحلا. طيب قبل ما خلاص نبدا نجهز الحبتين هذه في يدي، حنطلع اعلان، فاصل اعلاني صغير ونرجع نعاود، نرجع نعاود في هذه. يلا ورجعنا لكم بعد الفاصل في اخر مداخله طبعا او اخر فقره بالمطبخ المغربي. طبعا اليوم احنا تكلمنا عن مطبخ عربي كثير، المطبخ الذي قدمنا شوربه جميله جدا، قدمنا طبق رئيسي يمثل ثقافه المغرب العربي اللي هو طبق الكسكس، ايضا بالاضافه الى شوربه الحريره، وايضا طاجين السمك طبق بحري جدا جميل. طبعا طبقنا الاخير هو طبق الحلا، اكلنا وعبينا لازم نحلي. طبعا احنا كنا بنعمل طبعا طبق المصمصمه اللي هي عباره عن العجينه الرقاق المحشيه حشيناها طبعا باللوز وطلعت معنا بالشكل هذا. نحن نحاول نقدمها بشكل جميل جدا ايضا كمان.
طبعا العين تاكل قبل الفم، دائما نقولها كل يوم نقولها وحنقولها، فلا بد ان نكون حريصين ان نقدم الاطباق ان تكون بشكل جميل جدا. احنا نقدر نبقى عنده بالشكل هذا، بس نحاول نسوي للطبق ارضيه كمان، ممكن نسوي له ارضيه بس بالقشطه او بالكريمه حسس تثبت معانا حبات. نحاول نكسر لون الطبق يمكن بصوص الفراوله بالشكل هذا. هنضيف حبات المصمصمه، هنجيب طبعا عسل نسقيها بعسل، شويه عسل هو سيشرب اللي حابين. طبعا في الغالب هي تقدم او اننا نحط عليها ايضا سمسم بالشكل هذا. نحاول كمان طبق ثاني نحط فيه بالشكل هذا. اوه عدمنا طرف الطبق، خربنا البرستيج حق الصحن. بما ان احنا استخدمنا هناك في الطبق صلصة الفراولة، نحاول نساوي شغلة بالشوكولاتة هنا. حنضيف وطلعت على معانا على الشاشة مقادير الكسكس طبعا الآن، وهي أيضا كمان من الأطباق الجميلة، وهو طبق رئيسي يعتبر في المغرب العربي، وليه يعني ليه تاريخه وليه حضارته وليه يعني برستيج، أو يعني في ليه أتكيت اللي تقدم فيها وتعد فيها طبق الكسكس طبعا في المغرب العربي بالشكل هذا. عندي بشوية شوكولات نحطها في طرف الطبق بالشكل هذا، وحنجيب شوية زبيب وأيضا ما ننسى السمسم اللي هو يعتبر شيء أساس في تقديم هذا الحلى، واللوز اللي بداخل العجين طبعا يدي أو الجلبسر كله شيرة وكله عسل، هنغيره. طيب بالشكل هذا أعتقد أن أطباقنا اليوم فيها من القيمة الغذائية العالية جدا، وأيضا فيها من اللذاذة يعني اللي حتكون يعني اليوم يعني شيء فارق. اليوم حيكون في تحدي كبير جدا طبعا لكل ربة بيت أن تقدم أطباقنا اليوم بشكل ملفت النظر. أنا كنت مستمتع معاكم في رحلتنا، هنرجع إن شاء الله بكرة لمكان آخر. أتمنى أنكم كنتوا استمتعتم إن شاء الله. لا تروح بعيد، ألتقيكم بكرة، ابقوا معنا أنا معكم. نلتقيكم على خير في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.